السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كثير الله يجازيك بالخير. كنعرفوا بانه البربة شبه بالطاحل، نعم، وفيها منافع كثيرة، وبغينا من الدكتور يشرح لنا كيفاش ناخذوا هذه البربة هذه. نعم. واش صحيح البربة إذا تخلطت مع التفاح كتغسل كاع الأمعاء وكاع الجهاز اللي عندنا في الآخر ديالنا في الدات ديالنا؟ نعم. والسؤال الثاني، واش كتسهل هذا تسهيل الهضم؟ والسؤال الثالث، كيفاش خصنا ناخذوا هذه البربة؟ واش ناخذوها خضراء او لا طيبه؟ اذا خديناها خضراء شنو الطريقه اللي يمكننا ناخذوها؟ لانه انا اصلا ما كتعجبنيش البربة، ونغمر عندي هذه القضيه ديال القبض، وبغيت في الحلقه الدكتور يشرح لي كيفاش ناخذها. واش اذا خديتها مثلا طيبه كيفاش ناخذها؟ ناخذها عصير سلطه او لا؟ اذا خديتها مثلا خضراء كيفاش يمكن لي ناكلها؟ وشكرا. نعم. شكرا لك حكيم. نعم. حكيمه السلام عليكم. نعم، نبدأ من بسؤال الأخير لأنه مهم. نعم. فمن الأحسن أن تستهلك هذا البنجر أن يستهلك طازج. إذا استهلك في الفصل ديالو كيكون باقي طري، ما كيكونش قاصح صلب. نعم. كيلاحظوا العيال النساء كيلاحظوا على أنه ملي كيكون خارج الفصل ديالو ما كيتسلقش بسهولة. كيكون شوية قاسح. كيضيع لهم الغاز في فعلا كياخذ واحد المدة طويلة في الطهي. نعم، ربما هذيك القنينة كلها تخوع على قبل باش يسلقوا البنجر، وهذه ضايعة. علاش؟ لأن إذا كان في الفصل ديالو كيف هو كيطيب. دغيا كيطيب فعلا. هكذا. إلى خرج من الفصل ديالو من الأحسن أن لا يستهلك. أنا أقول من الأحسن أن لا يستهلك. نعم. فطبعا لأن غادي يولي فيه لينين، غادي يولي فيه واحد الماتري سيلولوزيك لداخل قاصح، وما غاديش يبقى يتسلق. تولي بحال الخيوطة بحال فعلا. إلى الفرق ما بين وعلاش يسلقوه علاش ما يخضروش به مثلا؟ لا، لانك تكون واحد الظاهره ولا واحد العاده، الناس كيبقاو تابعينها صافي وكانها نزلت من السماء. البنجر يؤكل طازج، يتقشر ويتقطع يتكال طازج. علاش الناس كياكلوا الفجل طازج؟ نعم. ياكلوا الخيار طازج، ولكن هي راه شويه قاصحه. لا 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 لا، كانت الفصل ديالها كتكون طريه، تكون صغيره، يشريوها صغيره. نعم. وهي هذا الاخت هذه الا تسلقت ولا لا طابت كتفقد الانزيمات فقط. الانزيمات فقط. وهي عاده يعني في المغرب كامل كلشي كيسلق البرد. البيتا سيانين والسكريات والاملاح المعدنيه والفيتامينات كلهم كيبقاو. حمض الفوليك حمض الفوليك ما كياثرش فيه. نعم. الحراره. نعم. لكن من الاحسن لو تستهلك الطازجه كتساعد على الهضم. هي مع الاسف هما كيعملوها سلطات، ولكن السلطات خصهم يكونوا طازج. نعم. يعني لي زونطري هادو اللي كنسميو حنا لي زونطري، هادو لوردوفر ولا حاجه، هادو خصهم يكونوا طازج. خص الناس يعرفوا اشنو حيت هي دابا ما كتاكلهاش. حتى العرب يبغى شي طريقه كيفاش باش تاكلها. في قديم الزمان كان تغذيتهم تفوق تغذيتنا. لا نرقى الى تغذيه العرب. لا نرقى الى لانهم كانوا كياكلوا الفواكه الوجبات، وكانوا كياكلوا الطازج قبل اللحم. البصل مثلا، البصل كانوا كياكلوه قبل اللحم ماشي مع اللحم، ولا مع اللحم جيد. فالطازج منه البصل، منه الخيار، منه الفقوس، منه الفجل، منه السلطات، ومنه هذه الباربا، هذه البنجر، منه اشياء هذه تؤخذ طازجه الا كانوا غادي يقدموها الناس سلطات، يعني مقدمه قبل الاكل لتساعد على الهضم. لا سلقوها وطيبوها ما بقاتش تخاذ قبل الاكل، ولات اكل هي نفسها ولات اكل. لماذا؟ لان ما بقاوش فيها انزيمات، ما غاداش تساعد على الهضم. لا يمكن الاشياء المسلوقه تساعد على الهضم بالبتات. ممكن يزوقوا بها المائده، نعم، ولكن ان تصلح مثلا كمقدمه للاكل، يعني اللي كنسموه حنا هذه يعني لونطري مثلا، لونطري هذه لا تصلح يعني عادة اللي هي نفسها اكل. اللي باغي يدير مقدمه يديرها طازجه باش يساعد الهضم، يدير ياخذ اشياء طازجه. واحد المعلومه قالتها هذه الاخت بن سعيد، انها عندها شكل طحال، ليس لها شكل طحال بالبتات. الباربا ليس لها شكل طحال، شكل الطحال هو على شكل اوراق لوكاليبتيس. الاوكاليبتوس هما اللي عندهم الشكل واللون ديال الطحال واللون ديال البروبوليس وديال اشياء اخرى. هذه اما الشكل ديال الباربا، الطحال طويل، الطحال تيكون طويل وعريض من واحد الجهه ورقيق من واحد الجهه الاخرى. لا يشبه الشكل ديال الباربا بالبتات. وحنا كنعرفوا بان الناس ناشرين في الانترنت ان واحد الفاكهه واحد الخضره كتشبه واحد العضو، هذه اخطاء. لان خضره تشبه عضو لا تعني على انها تعالج هذاك العضو. الناس غادي يسمعونا تكلمنا على الباربا غادي يمشيو يبقاو يشربوا في الباربا. فقط الاستهلاك اليومي الغذائي. إذا كان الإنسان جوج باربات صغار ولا شرب كاس ديال العصير ولا شي حاجة صافي، وماشي غادي يقول رانا شربت الباربا غنشفى.
لا هي تساعد الناس كيمشيو بهذه الفكره. علاش؟ لانهم تعلموا هذا ما نسميه الان تعشبت بال بالامازيغيه المغربيه. كلمه تعشبت اللي كتكون تا في الاول وفي الاخر كتكون كلمه امازيغيه. هاد تعشبت هذه الناس يعني بلات يعني كتجرهم لهذا. فالاكل الطبيعي العادي ديال الانسان هو يعيش سليم اوتوماتيكيا ما بلا ما يبقى يقلب على نخلطوا هذه مع هذه. وكما كتقولوا دائما دكتور نظام غذائي جيد راه السيده عندها حاجه جيده. القبط ممكن يكون من طفيليات عندها في الامعاء، ممكن يكون من الحاله النفسيه انها كتاكل مقلقه ولا مشغوله، ممكن يكون من الماء ما كتشربش بكثره، ممكن يكون من الافرازات الصفراويه ديال المراره. هذيك لابيل كتكون يعني غير كافيه، لان اللابيله شنو هي؟ اللي كدير واحد التشحيم ديال القولون باش ما يكونش هذا. هذه اشياء يعني كلها ممكن تؤدي الى القبض، الى هذا الامساك الحاد، او لانها ما كتاكلش نباتي كافي. هذه السيده اللي رجعت نباتيه وشربت الماء اخذت هذه الاشياء الطازجه، الاشياء الطازجه كلها كتسرح المراره، مش البنجر فقط، جميع الفواكه وجميع الاشياء اللي كتطحن وتؤخذ طازجه هي تغسل الاعضاء. كاين الصفرجل وكاين البنجر هذا الباربه، وكاين التفاح البلدي، وكاين الاناناس، كاين هذا الصبار اوراق الصبار، كاين الفقوس مع الخيار، كاين الاشياء اللي كتطحن طازجه وتشرب كلها تغسيل الكبد. جميع الفواكه والخضر اللي كتكال الفواكه كتكال طازجه. هذا هو اللي عندها باش فايته الخضر، الفواكه فايته الخضر فيها سكريات وفايتها ان بالانزيمات لانها تؤكل طازجه. فإلى كثروا الناس مثلا اي عصير، عصير تفاح مثلا مع الماء معدني، هي قالت لما نخلطوا التفاح مع البربه. نعم نعم جيد جيد, جيد هائل. ومع الباربه تخلط مع التفاح ومع التين الشوكي وتخلط مع الرمان الى دركه الرمان. قليل من الماء او مثلا عصير الليمون. ولكن لما نقول عصير، ملي بدينا هذا البرنامج الى الان نحن في 50 حلقه تقريبا، لما نتكلم عن العصير فهو عصير في الماء وليس في الحليب. نحن نتكلم عن اشياء طبيعيه وعن اشياء يعني ثابته، علميه ثابته، واشياء ليس فيها نقلتها ولا اخذتها ولا هذا ميدان بحث وفي باحثين مارسوا بحث وليس اشياء هكذا نقلوها. نحن لا نقول اي شيء، ونحن لا نتكلم بالاوراق، لا نكتب ما نقوله في اوراق، لانه مكتوب عندنا في البحث العلمي في الدم ديالنا كيجري وبخبره. نعم ولذلك هذا الدكتور غادي نبقاو نصحوا بشويه، دائما نصحوا بشويه. دائما كتقول عندنا بان ما كناش نديروا العصير بالحليب مع الفواكه. نعم، لانه لا يتجانس، الفواكه لا تتجانس مع المواد الحيوانيه، هي عكس المواد الحيوانيه. يعني الاحسن عصير هو ماء معدني اللي عنده شويه، يقدر يشري ماء معدني اللي ما يقدرش يغلي الماء، يكون ماء نظيف مفلتر ولا مغلى، خليه تيبرد ويعملوا في هذيك الطحانه ديال الخضر ولا الفواكه ولا السنتريفيج ولا حاجه، يطحن فيها ويدير عصير بالماء. اذا بغى يضيف عسل هو جيد، الى من الاحسن ما يضيف السكر، اللي لا يضيف لا حليب ولا سكر، ليستفيد من المكونات ديال الماده اللي خلقها الله سبحانه وتعالى. على مدار السنه لا يمكن ان نحاج الله سبحانه وتعالى أن واحد المكون غذائي ينقص في فترة ما من السنة أو في منطقة ما في العالم، لا يمكن، من المستحيل. لماذا؟ لأن السنة كلها عندنا فيها المضادات للأكسدة والألياف الخشبية والمكدمات والمغذيات، يعني السنة كلها. فقط يجب أن نتبع الناموس الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لهذا البشر، يعني وأن لا نكثر من القيل والقال حول أشياء يعني غير ثابتة علميا. نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى شرع لنا العلم وأمرنا بالعلم، أمرنا بالعلم، لكن شرط أن يكون هذا العلم مقنن بالعقيدة وبالشريعة ومقنن بالديانة الإسلامية. نعم. إذا لم يكن محروس بالإسلام ومحروس بالعقيدة فهذا العلم ضال، يسمى علم ضال. يعني ما فيها أكيد، طبعا أكيد. لماذا؟ لأن الأشياء التي تخرج عن نطاق العقيدة كلها تسمى فساد عند العلم.